سؤال، متى قبل التلاميذ الروح القدس؟ متى قبل التلاميذ الروح القدس؟ هل يوم الخمسين ام عندما نفخ في وجوههم وقال لهم اقبلوا الروح القدس؟ لما نفخ في وجوههم وقال اقبلوا الروح القدس، ده كان عن منح سر الكهنوت فقط، وكان للاباء الرسل وحدهم. عشان كده زي ما ورد في انجيل يوحنا اصحاح 20 ايه 22 و23، نفخ في وجوههم وقال لهم اقبلوا الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم، ومن امسكتموها عليهم امسكت. اذا دي كان منح سر الكهنوت، مش عن حلول الروح القدس عموما لكل الناس، يعني في سر الميرون. يوم الخمسين كان حلول الروح القدس للمواهب ومنحهم السنة للكرازة وخدمة الكلمة غير الكهنوت. والرسل ياما كانوا بيقبلوا الروح القدس، وحتى بعد يوم الخمسين نلاحظ في بعض الأوقات يقولوا حينئذ امتلأ بطرس من الروح القدس وقال، يعني دفعة جديدة من معونة الروح القدس. لكن يوم الخمسين في أعمال 2 غير سر الكهنوت بالروح القدس في يوحنا 20.